هنتكلم في الفيديو ده عن الديزمنوريه، وهي الألامة المصاحبة للبيريد أو الدورة الشهرية عند السيدات، وبيعاني منها حوالي 50% من السيدات، وتستمر لمدة 12 ل 72 ساعة من بداية الدورة الشهرية. ومن أشهر أعراضها ألم في الجزء السفلي من البطن والشعور بالتعب والإرهاق والغثيان والقيء، وبتحصل نتيجة إفراز الجسم بعض الهرمونات اللي بتزود من انقباض الرحم زي الفازوبريسين والبروستاجلاندين. وعشان نخفف من الأعراض دي ممكن نعمل مساج في الجزء السفلي من البطن، ونستخدم مياه دافية على مكان الألم، وناخد مسكنات زي الإيبوبروفين، ونبعد تماما عن منتجات الكافيين زي الشاي والقهوة، ونشرب حاجات مهدئة زي النعناع واليانسون وقت الدورة الشهرية.